مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير، كي العادة معكم الشيف أمين في قناة النهار تي في، دايما من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مباشرة نخدموا معكم وصفات شابين سهلين، أطباق تقليدية، أطباق حديثة العهد، وأيضا نعطوكم دي زيدي دي زاستيس، وانتم أيضا باش تشاركونا في هذه الحصة وتعطونا من معلوماتكم القيمة، ما عليكم غير تتصلوا بنا على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة. اليوم راحين نخدموا أمنيو شباب فيه تراديسيونال بزاف، يعني من الثقافة الغذائية تاعنا، خاصة هاد الأطباق الزوج يعني يفون ريبريزونتي ناس الشرق بزاف بزاف. اليوم عندنا كبدة مشرملة تاع الدجاج راحين نخدموها، عندنا أيضا العيش اللي هو البركوكس اللي تعرفوا البركوكس راحين نخدموا على طريقة ناس الشرق اللي نعطوهم تحية من هاد المنبر، وعندنا ايضا مازال لا ريسيت واحده اخرى تاع البركوكس تاع ناس الغرب باش ما يزعفوش علينا، وايضا راحين نخدموا لكم التحليه اون فافير دي سيجار بلا بيستاش، راحين نخدموهم بلا بيستاش هكذا، يعني نعطيكم شويه لي زيدي ونخرجوا شويه من لوردينار. دونك عندنا الحاجه الاولانيه اللي راحين نبداو بها انا وهي العيش نتاعنا. دونك ناخذوا مرميطه نتاعنا نحطوها تسخن ونمدوا لكم المقادير نتاعنا نتاع الوصفه. دونك عندنا في هاد الوصفه هذه عندنا 3 مغارف نتاع زيت الزيتون، عندنا ايضا زوج سنينات نتاع الثوم اللي راحين نحطوهم يتقلاو مع البصل، عندنا دو كويس تاع الدجاج نقطعوهم بهذا الشكل، 4 حبات نتاع طوماطيش، زوج حبيبات حار نقطعوهم هكذا بهذا الشكل هذا اون بتي دي، عندنا ايضا حوالي 300 غرام او امبول تاع شربة تعمروه بالبركوكس كيما راهوك، 300 غرام نتاع الحميصة، عندنا راس الحانوت نتاع ناس العلمة وضواحيها، دونك عندنا زريعة البسباس، عندنا زريعة حبة الحلاوة، وعندنا زريعة الكسبر، وعندنا أيضا البابريكا، وفي الأخر نزيدو له شوية نتاع نزيدو له شوية نتاع معدنوس من الفوق. دونك هنا ناخذو زيت الزيتون تاعنا حوالي قلنا 3 ملاعق تاع زيت الزيتون هلا بهذا الشكل هذايا، وخليوها تسخن. ناخذوا حبيبه بصل تاعنا اللي قطعناها اون بتي دي مع لو بولي باش نقليوهم سيميلطانيمون، دونك هذا في هذا نقليوهم، لكن نبداو دائما بلو بولي نتاعنا ولا بالدجاج نتاعنا، حطيناه براسم هكذا باش يجي شباب. دونك دو كويس شوفوا واش يجيبوا لكم الله يبارك، كي تروحوا تشرو عند الجواج دائما تخيروا لي كويس اللي يكونوا كبار، دونك عندهم الفوليوم باش تستعملوهم. نحبوا نستعملوا لي كويس تاع الدجاج باسكو فيهم ماده الكولاجين، دونك يسون جيلاتينو شويه ويسعفونا بزاف ويساعدونا بزاف في الطهي. دونك هنا ناخذوا راس الحانوت نتاعنا نبريباريوه بهذا الشكل. دونك دائما كي تكونوا تبريباريو في ميلونج دي بيس توجور تروحوا في المقادير تاعكم تاخذوا اون كويير بار اكزومبل، اون كويير كيما هذه تروحوا دائما للمقادير القاصحه تنقصوا فيهم، والمقادير اللي ما تكونش قاصحه بزاف تعطوهم يعني بلوس دو دوزاج، تعطوهم دوزاج كبير. بار اكزومبل هنا زريعه البسباس ماشي قاصحه بزاف، دونك نديروا ملعقتين، هنايا عندنا زريعه الكسبر قاصحه نديروا ملعقه واحده تكفينا. دونك لهنايا ايضا نديروا شويه زريعه حبه الحلاوه واللي هي قاصحه فيهم كامل، دونك نزيروا غير نص مغرفه نتاع حبه الحلاوه، نزيدوا نديروا البابريكا تاعنا زوج مغارف شابين ونخلطوا بهذا الشكل، اللي حب يدير في بلاصه البابريكا الحار يدير الحار، لكن اللي يحب ما يديرش الحار ما يديرش الحار، ياكلها نورمال يعني كونسوميوها نورمال. ناخذوا لهنا قلنا الكويير نتاع شابه نتاع الثوم نحطوها بهذا الشكل ونخلطوا لي زانغريديون نتاعنا فوالا بهذا الكيفيه، ونخلوهم بجهه بهذا الشكل هذايا. نروحوا ناخذوا الكويير نقلبوا الفولي تاعنا ونخليوه فوالا يتقلى بهذا الشكل، ما لازمش يتقلى حتى يطيب غير يحمر، نقلبوه. دونك الزيت كي تكون سخونه ما عندكمش مشكل فوالا، نقلبوه بهاد الكيفيه هادي ونخليوه بهاد الطريقه هادي يتقلى وحده. هنا كي يبدا يتقلى ماشي بزاف يتقلى ليجيرمون ما لازمش ينشف لنا، ايضا ناخذوه نعاودو نرجعوه لهنايا فوالا
باش ما نوضروش برك لي سوك تاوعو. وناخذو كاريمو فوالا، وناخذو البصل تاعنا اللي كنا تكلمنا عليه. دونك هنا عندنا لي سوك دائما في لامام مارميت وفي الزيت اللي فيها الكو نتاع الدجاج، نقلو البصل نتاعنا. وهنا كي نبداو نقلو البصل نتاعنا، ناخذو شويه نتاع الملح باش نعطولو الوقت يخرج الماء نتاعو. البصل سي تري امبورطون في الوصفه هذه، كيخرج الماء نتاعو. الو الو مساء الخير ناديه، واش راكي اختي؟ صافا ولا غير واش راه من سبير خادم يسلمك ربي يعيشك. الله يبارك عليكم. الله غير الحمد لله، ربي ورحمته. يسلمك خويا امين، ربي يعيشك خويا امين. اليوم عيطت لك، هذه لا دوزيام فوا اني نعيط لك. ايه اليوم حبيت نعرف برك المرقه تاع التختوخه واش لي زيبيس اللي لازم يجوا فيها. واش يجي في المرقه تاع الشخشوخه؟ اه لي زيبيس، لي زيبيس اللي لازم نديرها. لي زيبيس اللي لازم منها. اه باسكو شوف انا ندير بصح ما دينيش يعني تو سامبلومون خاصه شو. اه تو سامبلومون لازم لها راس الحانوت. ايه لازم لها راس الحانوت، ولازم لها فلفل القناوه، ولا تاكلوا الحار. تاكلوا الحار، ولا تاكلوا الحار، تاخذوا الفلفل او يتباع الفلفل القناوه ذاك الاحمر الصغير الناشف. ايه تحكميه تنحيلو الزريعه تاعو وتدرسيه مع الثوم وشويه ما في المهراز. ايه وتخلطيه مع راس الحانوت نتاعك. يعطيك الصحه خويا. صح نزيد نعطيك حاجه، الحاجه اللي ديفلوبي لك لو كو نتاع لي زيبيس تاعك في الـ في الـ في 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 لاصوص نتاع الشخشوخه راح جويتي طوني، هي الكابويا. علاش الكابويا؟ باسكو الكابويا فيها السكر، نسبه تاع السكر، ولي كو تاع لي زيبيس تاعك كي ديريهم باش تمد لهم ليكيليبر، السكر يمد لهم ليكيليبر وكل مذاق يبان وحده. زريعه البسباس بان وحده. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ يعني فهمتك خويا، يعني نسمع فيك تخابي يعطيك الصحه. واياك ربي يحفظك. يا ربي يعيشك ويعطيك الصحة على الوصفات اللي كتبتي. ربي يخليك، ربي يسترك، ربي يسترك. يعني فريمون يعني تسعود الطيب تعطي من قلبك والوصفات تاعك كامل. لازم ربي يحفظك، ربي يحفظك ويسجيك. وإياك ربي يخليك إن شاء الله. ميرسي بوكو، سلمي لي على كاع الناس بير خادم. يعطيك الصحة خويا. صحة صحة، الله يسترك ويسجيك. فوالا دونك هنايا ناخذوا لي زيبيس درناهم. فوالا بهذا الشكل هذا حطيناهم. ونديروهم مع البصل والدجاج اللي عاودنا رديناه. هنايا كاريمو ناخذو الطماطم تاعنا، وناخذو الحار تاعنا، فري امبورطون الحار تاعنا بهذا الشكل هذايا. فوالا ونخلطوهم مع بعضهم. هنا ناخذو ميها ونحطوها تسخن باش نمرقو بالماء سخون وتجينا اون صوص. الله الله دونك هنا نمونطيو انيفو، دونك التمراق يكون انيفو. فوالا ونخلوها تسخن، البويوار تاعنا نخليوه يسخن براحتو. وهنايا تري امبورطون كي نكونو نخدمو فيها وكي نديرو لها لي زيبيس تاعها، واش نديرو؟ نغلقوها باش نخلوها تعرق في ماء. دونك باش هكذا كاع لي زانغريديون تاعنا كل وحده تعطينا لو كو اللي رانا حابينه. نروحوا دوكا الوصفه الثانيه قبل ما نبداو نمرقوا. دونك نروحوا للكبده نتاع الدجاج مشرمله، اللي حبي يدير كبده تاع غنمي يدير كبده تاع غنمي، سي لو ميم برينسيپ. لكن حنا نهضروا بالكبده تاع الدجاج اليوم. الكبده تاع الدجاج بزاف الناس ديما على بالهمش اللي بلو ريش على الكبده تاع الغنمي، اللي بلو ريش على الكبده تاع البقري، اللي بلو ريش على الكبده تاع لي سبادون. بزاف الناس يروحوا لي سبادون اللي عندهم لانيمي، يقول لك يقولوا لنا تناولوا كبد ابو سيف، سمك ابو سيف او لي سبادون، يقول لك مليح لانيمي. اي بان الكبده تاع الدجاج خير من لي سبادون ب 100 نخطره، 100 نخطره خير من لي سبادون، اللي بلوز ايفيكاس على لي سبادون. هنا ناخذوا شويه زيت فوالا، نحطوه بهذا الشكل. ناخذوا لهنايا شويه ان بول ثاني توجور، ناخذوا ان بول ونخدموا الدرسه تاعنا. الدرسه تاعنا فيها الكرويه، دونك في هذه الوصفه فيها الكرويه، فيها ثلاثه سنينات نتاع الثوم، فيها البابريكا، فيها شويه نتاع المعدنوس. دونك ناخذوا كويير بهذا الشكل هذايا،
هنا ناخذ زوج مغارف شابين نتاع البابريكا. تحب الثوم بزاف بزاف هاد الوصفه هذه. دونك ناخذ ايضا الثوم وناخذ ايضا الكرويه. بون ناخذ مغرفه تاع كرويه وشويه تكفينا لارجومون. نبداو نحركوا لهنايا وهنايا نديروا شويه نتاع الزيت. تبعوني مليح. دونك درنا الزيت لهيه ودرنا الزيت هنايا. دونك لهنايا نبداو نحركوا غير بالعقل. فوالا حتى تولي لك اون بات، حتى تولي لنا اون بات. فوالا خلو الزيت سخن مليح، خلوها تسخن بيان بيان كوم يلفو. وهنايا ناخذوا الدرسه تاعنا ونحطوها تتقلى طري ليجيرمون. ناخذوا لهنايا اون كويير ونحركوها بهاد الشكل هدايا باش الزيت هذيك تعاود تطلق روحها بهاد الكيفيه هذه ولا بهاد الطريقه هذه. فوالا ما شاء الله كيما رانا حابينها حنايا. وكاين بزاف اللي يديروا لا طوماط، هذه درسه لا طوماط ما عندهاش بلاصتها في الوصفه هذه. الو الو مساء الخير. او محجوبه واش راكي؟ لاباس يا سيدي، هذه غيبه. الحمد لله. لا لا يغيب. عندك بزاف ما عيطيناش محجوبه. صافا واش راكي؟ صحتك لاباس؟ وانت يا صحتك كيفاه؟ صحتك مليحه يا دراك. اش حمان في وهران ولا غير هو؟ غير هو والله. كيف كيف السخانه بزاف والله. رانا كيما نتوما والله. غير رانا كيف كيف قاعد زاير. رايك ربي ان شاء الله يعطينا شتيوه ان شاء الله. قولي امين. كيما يحب ربي سبحانه. سبحانه ان شاء الله يحب غير الخير ربي سبحانه ان شاء الله. حنا اللي لازم نسقمو روحنا محجوبه. احنا ماش مسقمين روحنا صح. انا اللي ما راناش مسقمين روحنا والله العظيم. غير عندك الحق. صافا والله صافا الحمد لله. وانت صحتك مليحه؟ صحتك مليحه والفاميليا الحمد لله لاباس. يا درا احكي لي. لا عائلتك لاباس؟ والله غير الحمد لله. الله يهنيك ربي يحفظك. الحمد لله الحمد لله. شنو واش قلتي لي؟ صافا لاباس. صافا من عندك؟ من انا حتى العجينة مورقه. واش قلتي لي؟ اني حابه العجينه من المورقه من عندك. اكي حابه ندير لك لاروسيت ولا نعطيها لك هكذا؟ لا 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 ديرها ولا اعطيها لي نورمال. نديرها لك. نديرها لك باذن الله. نديرها ان شاء الله. اه نديرها لك تسمى نديروها بصح. العجينه المورقه تعرف علاش ما نحبش نديرها بزاف؟ درتها درناها خطره وما عاودتهاش بزاف. علاش ما عاودتهاش بزاف؟ دوك نصارحك باسكو كان ندير عجينه المورقه تاخذ لنا كاع الوقت تاع الحصه. على بالك حنا نجوزو لايف. دونك تاخذ لنا كاع الوقت نتاع الحصه، ما نقدروش نديروا بها اطباق لانها مينيموم فيها ساعه نتاع الراحه كي نكونوا نطلعوا لها في كي ندخلوا لها الزبده ونديروا الفيطاج. بين فيطاج وفيطاج تبقى ربع ساعه لداخل الثلاجه سينو ما تنجح لكمش. بصح نوعدك في حاجه، راح نوريها لكم ايطاب بار ايطاب ونسيي كيفاش نقلص المده الزمنيه اللي اسونسيال تعرفوا كيفاش تخدموها وخلاص ان شاء الله. شكرا لك. عادي ما كاش مشكل. افيك بليزير. واش تطلبي هذاك هو محجوبه. الله يسلمك. ربي يخليك. ربي يسترك ان شاء الله. الوالده ان شاء الله يا صح. ربي يحفظك. ربي يحفظهم ان شاء الله واياك. شوي كي نكوبي عاود لي هذيك اللي تنعنا هذيك اللي عيطت لك من عندنا بطاط الكلاوسه تاع قالت لك تاع الانيمي تاع واه تاع الانيمي تاع الانيمي تاع الانيمي البيطراف وكاع اه تاع البيطراف بالبيطراف. ايه بالبيطراف والرمان. الروم ايه مليحه ما شاء الله سيرتو دوكا وقت الرمان. وحاجه واحده اخرى لا لا واش قلتي لي؟ غير الروم دبس التمر و الرمان. الرمان 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 عادي لا غرناد تعصريها. الرمان عادي. ايه عادي. واش حبيتي الرمان ماشي عادي؟ ما نعرفوش الرمان ماشي عادي. نعرف غير الرمان عادي محجوبه والله. غير عندي الرمان غير هو. او على راسه هاد اليامات سيرتو الاحمر هاي والله. غير تعصري غير تعصري حتى يولي عندك البرا هكذا الله يبارك. سلم على ساميه بزاف بزاف والله. غير راهي تسلم عليكم كاع ساميه. بيان سير. ساميه هايله. ساميه هاي تقول لك وحده من وهران واسمها محجوبه اي مقابلتني هاي تقول لك تعجبيني بزاف. قلت لها ساميه شكون ما تعجبش يا صاحبي. ربي يحفظك. ربي يحفظها ان شاء الله. ان شاء الله لوليداتها ولراجلها ولاهلها كاع ان شاء الله. شاف معليش ندير غير هكا راجل اختي دار العمليه. ربي يجيب لها شفاء بيان سور. كيف على بالك الحصه تاعك؟
الله يسلمك يعزك. راجل الأختية عبد الله قدوري راه في بشار دار العملية على عينه، ربي يجيب لهم الشفاء، ربي يجيب لهم الشفاء، نتمنى له الرجوع ان شاء الله بكل سرعة، كاع ان شاء الله اللي امورنا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الشفاء. قولي له الرجوع بكل سرعة ان شاء الله يا رب، ربي يحفظه ان شاء الله ويسجيه وربي يجيب له الشفاء العاجل ان شاء الله. يعطيك الصحة، ربي يحفظك وربي يسجيك ان شاء الله. هنا نزيدوا لها شويه معدنوس ونخلوها طيب غير بعقلها. فوالا دونك هنايا كيما راكم تشوفوا هنا لاصوص لازم طيب. هنا واش نديرو؟ ناخذوا البركوكس تاعنا دوكا ولازم نغسلوه، ونغسلوه بالماء بارد. كاين بزاف الناس اللي يسقسيو الشاف كيفاش نغسلوه بالماء بارد ولا بالماء سخون. نغسلوه دائما بالماء بارد، لازم نغسلوه البركوكس ما نخليوهش هكذا، سيرتو كي يكون هكذا تاع الدار مخدوم وكاع، ولا كنتو مخبينو في الدار يا زين يا مليح. بصح ولا ما كنتوش مخبينو في الدار، تقدر تكون كاينه الغبره عند موالين العقاقريه اللي يبيعوهم، ولا لي زيبيسي اللي يبيعو تاع الميزان. دونك راكم تعرفوا مع الغبار وكاع، دونك دو بريفيرونس الانسان يغسلو، ما راكم خاسرين والو. تغسلوه شويه تنحولو كاع الوسخ اللي فيه، فوالا بهاد الشكل هدايا. تغسلوه تنحيولو الوسخ اللي فيه، توجور تلقاو الغبار. دونك الانسان لازم يفيتي هاد الامور هادوما. الانسان لازم سيرتو على الصحه تاعو كاع، يقدر يعني يقدر يطيح كاش تخشى ولا لا قدر الله، ولا تولي من بعد تجينيه. دونك الانسان لازم يفيت هاد الامور هادوما، يغسلو يحطو هكذا بهاد الشكل هدايا. فوالا نحولو الماء ونعاودو نرجعوه بهاد الطريقة هادي، ونخليوه دو كوتي باش نخدمو به. درك نروحو ليكم نخدمو معاكم الوصفة الثالثة. دونك الوصفة الثالثة تاعنا راحين نخدمو لكم دي سيجار بهاد يعني بالبيستاش ولا بالفستق. دونك نيطوايو لو بلون طرافاي تاعنا، نديباراسي ونبداو نخدمو لكم في الوصفة نتاع لي سيجار اللي كنتو دومونديتوها بزاف. شحال خطرة دومونديتوها لنا، دونك اون ديسيدي اليوم ان شاء الله نخدموها يعني باش تدو معنا الوصفه هذه. دونك لهنايا نرجعوا لي زيبيس لبلاصتهم ونخلو لي زانغريديون تاعنا اللي مازلنا نخدموا بهم. هنا نسحقوا ايضا ان سوكل ولا اليان اناء كيما نقولوا بالعربيه الفصحى، نسحقوا اون اسيت. فوالا اون اسيت غير صغيرة تكفينا. أمينة. الو السلام عليكم. أمينة يا أمونة واش راكي؟ صافا لاباس الحمد لله. صحتك بخيرة؟ الحمد لله. واش راهم ناس طوالي؟ الحمد لله. ربي يحفظهم إن شاء الله، ربي يحفظهم ويسجيهم إن شاء الله. واش راكي أختي أمينة صافا؟ والله غي صافا الحمد لله. شاف حبيت باك نسقسيك على البيتزا كاري اللي درتها الخطرة اللي فاتت. يا حا درتها. لا لا البيتزا كاري. بيتزا كاري درتها واحد 8 خطرات قريب يعطوني ريجيست كوميرس، هنا نحل منها نولي نبيعها ديريكت. نعاود لا اسكو دير في لاباط دير زيت الزيتون بعد كي تبدا تخبزها تسميوها تزيد لها زيت الزيتون. انا ندير لها زيت زيتون كي نطلع العجينه. شوفي ساهله العجينه، كيلو تاع فارينه راكي تبعي فيا، كيلو تاع فارينه العجينه تاع البيتزا، كيلو تاع فارينه فيها أربعة مغارف نتاع لا لوفير، فيها مغرفة صغيرة نتاع ملح، مغرفة كبيرة تاع قهوة، وسبعة مغارف تاع زيت الزيتون، سبعة مغارف تاع زيت الزيتون، وطاس تاع ما ولا نص ريتلا تاع ما. كي تكوني تخدمي فيها ما ديريش الزيت في الأول، طميها كي تنطم لك مليح ديري زيت الزيتون. كي تولي لك اون بات خلاص ديري الماء تاعك في لي زانغريديون، تبداي تحركي فيها وتعجني فيها، من بعد زيدي زيت الزيتون في لافان، تزيدي زيت الزيتون. وكي تحطيها ترتاح تزيدي لها من الفوق شويه زيت الزيتون باش ترتاح باش ما تنشفلكش. صح شاف بارك الله فيك. واياك واياك بصح نعاودو نديروها ان شاء الله. خلي ينساوها شويه، اسمعي خلي ينساوها شويه ونعاودوها. ربي يحفظك ربي يخليك امينه، الله يسترك يعيشك واياك، ربي يسترك ان شاء الله. احسن ان شاء الله بارك الله فيك. الله اختي واياكم واياكم، ربي يحفظك ان شاء الله الاخت، ربي يحفظك واياك. السلام عليكم. صح واياك. الله دوك نروحوا نخدموا كيما نقولوا حنايا
لا فارس نتاع هاد لي سيغار. دونك عندنا ديول نتاع الدار نسحقوا حوالي 300 غرام نتاع البيستاش ولا الفستق يكون بهذا الشكل هذا مرحي. ناخذوا ايضا سكر غلاس تاعنا ونحطوه بهذا الشكل حوالي اون غرام نعطيه لكم، نعطيكم حوالي نص طاس. هيا روحوا ما تلحقوش نص طاس، ميم با نص طاس. دونك تكيلو طاس تاع البيستاش وديروا له ميم با نص طاس نتاع هذا السكر الناعم فوالا، وتبداو تدخلوا فيه بهذه الطريقه هذه. هنا تاخذوا المزهر، المزهر هنايا قد ما نعطيكم الكيل ما نقدرش نعطيه لكم اكزاكتومون، دونك نعطيكم ونقول لكم عينكم هي ميزانكم، وتبعوني باش تشوفوا ا بوبري لا تيكستور اللي رانا حابينها. دونك دائما غير بالعقل برك، تشمخوا غير بالعقل لا بيستاش تاعكم مع السكر وتبداو تدخلوها بهذا الشكل هذايا. فوالا تبعوني مليح، فوالا شوفوا. دونك المقدار اكزاكتومون ما نقدرش نمده لكم ديريكتومون، نقول لك زعما لازم لك طون، نو ماشي لازم لك طون. كل بيستاش وكيفاش يكون، كاين اللي يكون مازالو مزيت ماشي من الدي يشرب موان كو اللي يكون مواسي من الدي. فوالا شوفوا كيفاش راهي. دونك تجيكم ما ليكيد ما تجيكم مزيره، تجيكم هكذا. شوفوا كيفاش تجيكم بهاد الكيفيه هادي، فوالا بهاد الطريقه هادي. نخلوها لهنا تكوتي ونروحوا ناخذوا نغسل يدي قبل باش نولوا نعمروا في لي سيغار تاعنا. دونك ناخذوا اون اسيات كاريمون، نجيبوا قبل ما ناخذوا اسيات نجيبوا حبيبه نتاع البيض ونجيبوا بانسو. فوالا فوالا. وهنايا قبل ما نعاودوا نولوا لكم باش نوريكم كيفاش المونتاج تاعها، فاصل ونواصل. نخدموا في الحبيبات نتاعنا تاع لي سيغار، نجيبوا فاش نحطوهم يا ربي. فوالا حطوهم هكذا بهذا الشكل، نزيدو نخدمو ايضا. نفتحو بالوحده ديول تاعنا، ديول ميزون، سي تري امبورطون يكونوا ديول ميزون. فوالا نزيدو ناخذو لهنايا، فوالا ناخذو غير شويه ونيطاليوها بهذه الطريقه هذه. فوالا دونك هنايا نتوما كي تكونوا تخدموا هاد لي سيغار هادوما تبعوني مليح، لافارس دائما تخلوها تريح شويه، دونك جامي تخلوها كيما نقولوا حنايا تمتم تخدموها كيما هنايا. دونك لازم ترياح تشرب مليح المزهر تاعها وتشرب ايضا مليح السكر. دونك لازم تكون اون بات او ديبار، تكون لكم اون بات هكذا فوالا، وتغلقوها بهذا الشكل. راكم شفتوا دائما كي نجي نغلق انايا الحبه نتاعي دائما نخدم فوالا، نخدم توجور الربطه تاعي تكون ربطه ضيقه ما تكونش محلوله بزاف باش تجي مزيره. فوالا ونغلقوها بهاد الكيفيه هاديه ونحطوها لهنا، ونزيدو ايضا نكملوهم كاع حتى نديرو كاع لافاخس نتاعنا. فوالا وتوجور تغلقوا لهنايا باش ما تحلكمش بيان سور. فوالا تحبطوها بهذا الشكل وتبداو تخدموا بها بيدكم هكذا، تحلوها تفتحوها غير بيدكم ليجيرمون ليجوج. شوفوا قد ما تم تما قد ما تبطى شويه قد ما تزيد يعني تتواسى. الو السلام عليكم شيف امين. يو سهام واش راكي؟ لاباس الحمد لله والله الحمد لله. يا سيدي عاش نسمع صوتك. يعيشك يبارك فيك سعيد. واش راكي؟ والله الحمد لله لاباس الحمد لله ربي انت وراك. ربي يحفظك والله غير ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك. ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله. يا دراك كاس خانه في جيجل قولي لي. والله الحمد لله حبيت نسقسيك على 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 الرشته نتاعك بزاف الزاير. حبيت نعرف كيفاش ديروها برك، حبيت نديرها. الو تحبي لاصوص ولا لاباط؟ حابه كلش. ديري تهضري على لاصوص ولا لاباط نخدمها انا. الو لاصوص، لاصوص سهله، لاصوص تري سامبل. لاصوص عندك تخدميها بالدجاج ولا باللحم الغنمي كيما حبيتي، لاصوص ما تبدلش.
عندك في الكيلو نتاع اللحم ولا في الكيلو نتاع الدجاج ولا قولوا احنا في الجاجة عندك حبة بصل كبيرة اكيد تبعي معايا معاك. عندك عندك شوية نتاع سمن مغرفة نتاع سمن وعندك ايضا القرفة عود عود ولا زوج عواد نتاع القرفة وعندك اللفت ما نديرو لهاش القرعة ما يديروا لهاش القرعه ناس هنايا الوسط كيخدموا الرشته الرشته ما يديروا لهاش القرعه دونك يخدموها غير باللفت برك هذا ما كان تقلي الدجاج تاعك من بعد تزيدي تقلي البصل تاعك مع الدجاج تبداي بالدجاجه ما تبدايش بالبصله صح ومن بعد تقلي البصل تاعك مع الدجاج من بعد تمرقي تزيدي الحميصه تاعك ترمي الوسمو القرفة تاعك تملحي ومن بعدك تزيدي تحطي المراسم نتاع اللفت تاعك اللي تكوني قطعتيها بالطول على زوج ما تكونش كبيرة بزاف تاني باسكو الا كانت كبيرة ما تطيب لكش وتخليها تطيب وتخليها تطيب واحد 25 مينوت حتى 30 مينوت وتنحيها ووسمو والرشتة تاعك سهلة سميد رقيق كاين تاع سميد وكاين تاع الفارينة سميد رقيق الماء والملح دونك كاين اللي يحبوا يزيدوا لها البيض كاين اللي يزيدوا لها البيض وكاين اللي ما يزيدوا لهاش البيض ولا درتيها بالفارينه زيدي لها حبيبات بيض ولا درتيها تاع دقيق ما ديري لهاش البيض وشنو لازم لاباط تاعك تريح ترتاح مده طويله من الزمن مينيموم تريح ساعه ونص الى زوج سوايع باش ما تتقطعلكش في الماشينه من بعد ديريها في الماشينه تحكمي الحلال تاعك تاع الماشينه تحليها كبيره في النف باك تزيدي تحليها في الطروة باك تزيدي تحليها في الان ومن بعد تيك تجوزيها في تاع الرشتة ماشي حاجة واعرة وتنشريها لازم تنشريها باش قبل ما تجوزيها في تاع الرشتة لازم تنشريها من بعد باش تجوزيها في الجهة تاع الرشتة نعم داكور والله ماشي حاجة واعرة جاتك واعرة بيناتنا ربي يحفظك ان شاء الله قولي لي إيه قولي لي قولي لي جاتك واعرة سهله كيفاه سهله ماشي واعره سهله هو ما بصح شغله كما يقولوا ما كنتش نديرها بديت نعرف كيف نديرها ولا هذيك قصيتك كيفاش شفتها في التلفزيون شفتك ديرتها سهلة. شفتك في المولد ابو الشريف شديرتها هي دوكا في الجزائر انا نفهمك باش واحد ما يغني لك ولا في الجزائر 90% كاع يشروها واجده يبريباريو غير لاصوص برك في الدار صح لا لا انا بيع كل شاف امين نشريها وخلاص انا بيعته انا ونشريها في الدار هاي ساعة نزيد لك هذه هاي يا سيدي والله غير نشريها ايه دير لاصوص كي تجي غير في لاصوص يجي سهل ايه ندير لاصوص بصح التفوار تاعها ثلاث خطرات الرشته صح كاع ما سقسيتينيش عليه انا عطيتك لاصوص واني نستنى فيك تسقسيني على التفوار التفوار تاعها ثلاث خطرات مع الاول بالزيت تحليها بالزيت بيدك تحطيها تفور من بعد تحكميها تبلليها بالماء والمزهر والملح الخطره الاولانيه تبلليها زيدي تفتحها تخليها واحد ربع ساعه هكذاك تزيد تريح تزيدي لها تفويره دوزيام وتزيدي ايضا في لا دوزيام فوا تزيدي تبلليها ثاني بالماء والمزهر وهذه الخطره ما ديريلهاش الملح باش ما تجيكش مالحه صح وتزيدي تعاودي تفوريها اون تروازيام فوا لا تروازيام فوا تدهنيها بالزبده وشهية طيبه بارك الله فيك وفيكي وفيكي اختي وفيكي بلا مزيتي انا نفرح كي تسقسوني والله نفرح ربي يحفظك ربي يحفظك وفيكي بركه تعيش اخويا تعيش وإياك في امان الله وإياك وإياك ربي يحفظك ربي يحفظك وإياك ربي يسترك ويحفظك ما شاء الله ربي يحفظك الاخت وربي ان شاء الله يسجيك وكي تسييها قولي لنا باش ولا صوريها لنا بعتيها لنا ايه دونك هنايا راكم تشوفوا كيفاش راني نخدم بلاباط دونك لاباط تاع وسموشو كيفاش تمشي وحدها كي تبدا تنشف تمشي وحدها اش قلت لكم انايا نتوما ما تروحولهاش يعني مت حنا باسكو لازم نوريو من نتوما روحوا لها غير بسياسه برك فوالا وقد ما تكون الورقه تاع السيجار كاين اللي يخدموها بنصها ورقه انا حبيت نخدمها بورقه كومبلي باسكو لا في دو ديول تاعنا ميزون دونك واحد يبروفيتي من متقرميش تاعها انا نحب ديول ميزون دونك نخدمها بورقه كومبلي وزيد كي تكون الورقه رقيقه ما تخافوهاش
قد ما تكون الورقات تاعكم نتاع الديول الرقيقه دونك ما تخافوهاش. الو 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 خوله خوله واتسوف واش راكي؟ لاباس. واش راه من اسوات تسوف؟ لاباس. على بالك بلي كنحبوهم. اي هذاك هو الصح، هذاك هو الصح. ربي يحفظك ان شاء الله يا درا. كيفاش راه من اسوات تسوف؟ ربي يحفظك. تعجبني الحصه تاعكم. ربي يخليك ان شاء الله. حنا رانا هنايا باش ان شاء الله نفيدوكم وندو من عندكم ايضا. ربي يخليك ان شاء الله يا خوله. ربي يخليك. شكرا. ربي يحفظك. خاصه الاكلات التقليديه لازم لازم ساعه ساعه ونديروا اكله تقليديه وساعات نديروا عصريه هكذا باش نقيسوا كاع الناس. اكلات الصوفيه. اكلات صوفيه ما شاء الله. سيرتو الشخشوخه تاعكم. انا دقتها، انا دقت ماكله تاع واد سوف، دقتها ونعرفها كيفاش دايره. الله الله روعه والله. يا اقسم بالله غير ما شاء الله. كيفاش يقولوا تسخف. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك عليك. وي محجوبه محجوبه. ايه الله الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. المحجوبه بالسناريه والمحجوبه بالبصل. بصل والله الله حار. ايه وي ربي يحفظكم ان شاء الله ويسجيكم ما شاء الله. الله ما شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظكم ربي يحفظكم ويسجيكم. الو كي تسمعي فيا؟ راني نسمع. احكي لي ودوك انت قولي لي واش تحبي انت، الاكلات العصريه ولا تحبي الاكلات التقليديه؟ لا نحب التقليديه اكثر وحتى العصريه نحبها خفيفه. واش تحبي في الاكلات العصريه؟ نحب الكراتات، نحب الحشي خفيف هكا. وتخدمي لي كراتان في الدار؟ تخدميهم ملاح ساهلين. نخدم الكراتة ما عندي ما نقول لك. نعم نخدم الكراتة ما عندي ما نقول لك. الله الله. بلا بيشامل ديره. نعم. استعرف بك. نخدم حتى بكريم فرماج. بلا كريم فرماج تانيك. الله يبارك عليك. هاكي كل صباح بصنعاكي شاف. راكي شاف، راكي قراه شاف. ربي يحفظك اختي. البركوكش نكسكسو بيدي. نعم البركوكش نكسكسو انا مانيش فيهش متكسكس. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك اختي. قعدي معنا، اذان العصر يطلع على مسامعنا. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الاجر والتواب والمغفرة. تبعوني كيفاش رانا نخدمو الوسمو تاعنا، الجاج تاعنا، الكبدة تاع الجاج تاعنا نحوها كلها راهي طابت. من بعد كي نجيو راحين نسربو نعاودو نحطوها في النار، نزيدو نقعدوها شويه باش هكذا تكون عندنا اون بال تيكستوري، اون بال صوص، تكون عندنا صلصه هايله. دونك هنا نروحو واش نديرو؟ ناخدو ديريكتومون مقله ونحطوها نخلوها طيب بعقلها، تسخن بعقلها باش نديرو لها الزيت ونبداو نقليو في الحبيبات نتاع فوالا اون اتوندون باش نقليو الزيت نخلوها تسخن. ناخذو العسل تاعنا ونحطوه باش نسخنوه شويه في وسمو في الميكرووند فوالا بهذا الشكل ونخليوه يسخن مليح فوالا. نعطوا له وقته حوالي زوج دقائق ونص ولا ثلاث دقائق ونص ونخليوه يسخن بيان باش يولي ليجي، باش من بعد غير نطيبو نغطسو فيهم هاد الحبيبات نتاعنا. نجيبو لهنايا سنيوه باش نحطو فيها ونديرو لها بابي سويتو. الو 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 مساء الخير ام رؤوف، واش راكي؟ الحمد لله. واش راكم؟ صحتك لاباس؟ خير والله الحمد لله. وشاك انت مالك؟ ربي يحفظك ام رؤوف. والله غير الحمد لله عز وجل. الحمد لله يا رب العالمين. شحال من مره انا عيطت لكم نحكمكم. بصح كي حكمتيني دوكا 10 خطات ولا اكثر. بصح دوك حكمتيني ما شاء الله. الله يبارك. الحمد لله ديما هذاك هو الصح. ياك حنا نشفاو غير على هادي برك كي حكمتيني. ماخذش راتيك امين ودلي. ربي يحفظك. ربي يسجيك ان شاء الله ويسترك. الله يتبع فيك ونجرب الصحيح الوفاق تاعك. ربي يسترك ويسجيك. هذا بالكوكس اللي درتو. هذا بالكوكس العيش. العيش هذا هو العيش.
ما الجزائر قاع يطولوا العيش كي يكون بهكذا مديور. نعطيو لنا بالسمان ان شاء الله. ان شاء الله. وي بالسمان وي باذن الله يا رب العالمين باذن الله. الحمد لله. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك ويسترك. ربي يحفظك. ربي يخليك واياك. هذاك اللي درت فكرتني في بوراك الرنة. واش قلتي لي؟ فكرتني في بوراك الرنة. ايه الله الله. ما شاء الله. بالكوكاو في القسنطينة. ايه بالكوكاو في القسنطينة صح. إيه. صح ما شاء الله. ما شاء الله ربي يعيشك ويحفظك ويسترك ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله والله. ويضرى ناس قسنطينة واش راهم؟ والله الحمد لله والله. صافا لاباس كاش 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 سخانة شوية. والله سخانة سكسباك والله تقول راهي لينا الصيف. راهي بارتو والله راهي بارتو كي في قسنطينة كي في الجزائر. ربي ينعم علينا بالمطر ان شاء الله. والله غير بارتو راهيك الحالة. ربي ان شاء الله يخف علينا ويجعلنا ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله يا أرحم الراحمين. آمين. ربي يسترك ويحفظك ويمتي. ربي يسترك ويحفظك ويسجيك. ما ضاقتي لو فرجت ان شاء الله. ان شاء الله يا ميمتي ان شاء الله نفهمك ربي ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يسترك امين ويحفظك ان شاء الله. واياك ميمتي. ربي يخليك ويخليني ليكم ان شاء الله انتم تاني. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يا ارحم الراحمين. انتم راكم من العائله تاعي وهديه كل يوم رانا نجوزوا معاكم وقت طيب وما شاء الله. دونك الانسان كيفاش يقولوا ما لازمش انسان ينسى الخير هدايا. دونك انا راني منكم وانتم ايضا راكم مني. ربي يحفظكم ان شاء الله ويستركم ويسجيكم باذن الله يا ارحم الراحمين. دوك نزيدو نحطوهم بالحبه هكذا نخلوهم يطيبوا بعقلهم يحماروا. الله الله فوالا سيدو حبيبه شوفوا لها بلاصه مليحه فوالا ونخلوهم يطيبوا بعقلهم. دونك ناخذوا لهنايا اون كويير اللي تكون متقوبة بهذا الشكل ونخلوهم يحمروا. لازم يحمروا بيان يكونوا حميمرين. الله الله. دونك باش نقدروا ديجا نقلبوهم. كاين شوفوا كي تتشمخ لكم الحبه ولا ما تخافوهاش ديروها من بعد تقدروا تعاودوا تريطايوها. كي طيب لكم تقدروا تعاودوا تريطايوها كيما تحبوا نتوما. دونك ما تفزدوش تشوفوها تقرقشت لكم ولا تنحوها. نو ما تنحوهاش خليوها وكونطرير. وهنا ياكم تشوفوا البركوكس قد ما يطلع في الصلصه قد ما تعرفوا بلي راهو كيطيب. دونك شوفوا كيفاش راهوك بدا يطلع يشد روحه في الصلصه ويبدا يشرب غير بعقله. فوالا. ولازم هاد الوصفه هاديه باش تكونوا على بالكم يا ناس الخير لازم دائما وابدا هاد الطبق هذا لازم يريح. ما لازمش تضربوه ديريكتومون تعطولو وقت شويه تاع الراحه باش هكذا يعني يعاود لي صافير تاعو يعاودو يطلعو. دونك لهنا شوفوا كيفاش قد ما تشوفوه طلع قد ما عرفوا بليك البركوكس تاعكم او طاب بنا والله العظيم غير ما شاء الله ما شاء الله. هنا ناخذو شويه تاع المعدنوس لي جيرمون اللي حبي يدير له معدنوس يدير له اللي ما حبش ما يديرلوش نديرو له شويه معدنوس هكذا. اللي حبي يدير له الدبشه يدير له الدبشه. زيدوا تشوفوا مع حبيبات حار قرن الله الله وتسربيوه هكذاك فوالا. هنايا شوفوا كيفاش راهو ما شاء الله تحسوا بلي راه طايب. طفوا له كاريمون ونخليوه يرتاح كيما راهوك يرتاح ويكمل يشرب غير بعقله. نروحوا نشوفوا الحبيبات تاوعنا فوالا بداو يحمروا نبداو نقلبوا فيهم غير بالعقل. فوالا نبداو نقلبوا فيهم غير بالعقل برك. فوالا كوتي ديجا حمارو نزيدو لهم ان دوزيام كوتي. اسكو الناس بزاف اللي سوبوز لا كيسيون قولك انايا ما نحبهمش مقليين اسكو نقدر نديرهم في الفور. وي تقدروا ديروهم في الفور لكن نعطيكم العفسه اللي ديروهم بها في الفور. تاخذوا دائما شويه زبده دوبوها وتبادي جوني وهم كاع لا سيرفاس تاعهم بالزبده وتحطوهم في الفور باش يحمروا لكم ويقعدوا بريون. باسكو لو كان ما تبادي جوني وهم في الزبده وتحطوهم ديريكتومون هم رايحين يطيبوا مي رايحين يتقرقشوا لكم كيما نقولوا حنايا. الزبده سا فالور بيرمتر باش تخلي توجو لاباط تاعنا ام بي بي تكون يعني مشمخه وكي كي تحمر تحمر كاع كيف كيف. دونك ما كاش ولا تاخذوا شويه لي جون دوف
تاخذوا جون دوف كيما راهوك وتضربوا كاع لا سيرفاس بالجون دوف منا ومنا، دونك لازم كاع لا سيرفاس تكون بالجون دوف، لكن من المستحسن تخدموهم بلو بوغ او بالزبده فوالا، وتخلوهم يطيبوا براحتهم بهاد الكيفيه هادي حتى يحمروا مليح. هنا نروحوا نحوسوا فوالا، نجيبوا كسكاس والقدره نحطوهم لهنايا تكوتي، نخليو هاد الجهه هكذا فوالا باش ديريكتومون نحطوهم يشربوا شويه زيت، نحطوهم ديريكتومون في العسل، من بعد نحطوهم يقطروا باش نقدروا نبريزونتيوهم لكم في نهايه الحصه فوالا. نخليوها هكذا ونقلبوهم غير بعقلهم. دائما تحركوا العيش تاعكم كي تنحيوه، ما تخليوهش هكذا يعني، غير تبداو تنحيوه تزيدوا تقعدوا تحركوا فيه باش التحتانيه تعاود تطلع الحبه والفوقانيه تعاود تحبط للتحت ولوغو يكون يعني عامه. الله دونك الاحمرار تاعهم ما يكونش بزاف يعني قاسح، يكون اون بيل دوغيغ، يكون دوري شباب هكذا كيما راكم تشوفوا فيه، تكفيكم يعني، باسكو لو كان تزيدوا تعطوا له طياب راح السكر اللي راهوك رايح لداخل راح يحترق لكم وراح يعطيكم انكو عيان، يكون لوغو تاعو عيان شويه. دونك تبداو اللي تحمر تولي دوري اون بيل كولور تنحوها بهذا الشكل هدايا، وتقلبوا دائما الجالي تشوفوها مازال محمرتش مليح تقلبوها على قفاها باش هكذاك تحمر طري طري بيان. زيدوا حبيبات لكم تشوفوا فيهم فوالا، دوروهم غير بالعقل بهذا الشكل ونخلوهم يحمروا. هنا الزيت كي تبداو تخدموا بها تشوفوا دير لكم شويه الرغوه، الرغوه سي طري سي طري سي طري فريكون، عندكم الغلقه نتاع البيض دير هذا الشيء هدايا، وايضا لي سوك نتاع لي سوك نتاع لافارس تاعنا، باسكو فيها الماء، فيها يعني الماء زهر وفيها ايضا السكر ولا سكر غلاس، دونك هادوما كاع يديروا لي فيه. دونك نتوما كي تكملوا تخدموا بها طفيو عليها تخلوها تبرد مليح، من بعد تعاودوا تصفيوها، مي دو بريفيرونس تخلوها غير للقليان. هاد لا كونتيتي راكم شفتوا ما درتش بزاف، لا كونتيتي هادو تخليوها غير للقليان تاع الحلويات كيما المقروط ولا كيما امور واحد اخرى كيما لي بيني ولا، باش تخدموا بها وتقدروا تخدموا بها ثلاث خطرات يعني بعد ما تصفوها، لكن ما لازمش تتحرق لكم لانه الاحتراق هو اللي يدير لكم مشكل في الزيت نتاع القليان. فوالا نحطوهم بهاد الطريقه هادية ونخلوهم يحمروا، حمارونا ما شاء الله. فوالا بهاد الشكل هدايا نبداو نحيو فيهم بالوحده. والحاجه المليحه في الديول نتاع الدار، وشنو هي الحاجه المليحه؟ الحاجه المليحه في ديول تاع الدار انه كي تكونوا تعملوا في ديول نتاع الدار ويقيسوا السكر لافارس تاع السكر، دونك تولي اون سيرتان كاراميليزاسيون. دونك علاش قلت لكم انايا ما شاء الله كي تكون فيهم هذيك لا كاراميليزاسيون يبقاو دائما. فوالا اخذوهم هكذا تزيدوا نغطسوهم بيان، نرفدوهم ونحطوهم باش نعاودو ريكوبيريو فوالا. نحطوهم هكذا بهاد الشكل ونخلوهم يتغطسو مليح، لازم يتغطسو طري طري بيان. اللي عنده شويه جلجلان، اللي عنده شويه سانوج ولا يحب يديرهم من ديكوراسيون من الفوق يقدر سينون بلا بيستاش كيما حبيتو نتوما. دونك نتوما واش راكم حابين المذاق ديالكم حابين تمدوه فوالا، نحيوهم وانتم يا ناس الخير بقاو معنا فاصل ونواصل. مو معاكم الحصه تاعنا طيب معنا اللي هي اليوم خدمنا لكم الكبده تاع الدجاج، درناها مشرمله ودرناها بصلصه مليحه هايله حاره الله الله. خدمنا لكم العيش كما تعرفوه كاع، شوفوا كيفاش راهوك الله الله، ودوك يزيد هكذا ويزيد يطلق روحه ما شاء الله. وعندكم لي سيجار تاعنا الا
وعندكم لي سيجار اللي خدمناهم ودرنا لهم اون ديكوراسيون بالجوز ويعني درنا لهم عسيله شويه خليناها منا هكذا كي تحبوا الانسان يحب يضرب عسيله بالمغرفه تاع العسل وهو ضربها. ربي يحفظكم ان شاء الله اللي كنتوا اوفياء معنا في البرنامج. عندي اهداء للشاف شلبي ابتسام بمناسبه يوم العالمي للشاف او للطباخين. يوم العالمي للطباخين كانت عملوا يعني مسابقه في مستغانم ويعني قاسوا كفة الطباخين الجزائريين اللي راحوا ساهموا شاركوا في هاد الحصة هادية. دونك هاد الحصة في شاركوا في المسابقة هادية. دونك المسابقة هادية كانت الأخت ابتسام شلبي رفضت ميدالية لأحسن طبق تاع السمك اللي راح دارت طبق سمك ما شاء الله اللي خدمته بتليتلي والحوت محشي يعني دارت مصرانة محشية تاع الحوت ودارت أيضا الكالامار خدمته ما شاء الله. الناس قاع يعني اللي داقتوا تماك واللي شافتوا فرحت بزاف بها وأنا من هذا المنبر نقول لها ربي يحفظك تي ناختيست الله يبارك كملي على هذا المنوال وإن شاء الله راح يخرج منك الكثير 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 من الأمور الطيبة في هذا المجال هذا. عندي أيضا إهداء وتحية أخرى لوتف الشريف بدخوله المدرسي بدخول المدرسي تاعو وكل ناس سحاولة اللي نحييهم ونقول له إن شاء الله تنجح إن شاء الله يعني تنجح وتروح بعيد إن شاء الله في قرايتك وإن شاء الله يعني تلقى الخير في حياتك وإن شاء الله ما تنساش والديك اللي هم واقفين عليك خويا شريف وتعاود ترجع لهم الجميل التحم. تحية خاصة لكل ناس هلال شلغو لكل ناس شلغو من العيد على يعني واش خرجوا لنا من شيفان والأخت شلبي ابتسام ربي يحفظها إن شاء الله وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتألق. كل المرضى الجزائريين ربي يجيب لهم شفاء العاجل. كل الناس اللي راهم في غربة ربي إن شاء الله يرجعهم سالمين غالمين لديارهم لأوليائهم لأحبابهم ولاد حومتهم يعني ويعيشوا في الجزائر والله العلي العظيم غير بلدنا غالي وغالي غالي بزاف علينا وعلى كل جزائريين. حب الوطن عندنا تشوفوه العلامات وين تروحوا تلقاوهم وهذا سر حب هذا البلد هذا. كل الناس اللي راهم متخاصمين ان شاء الله ربي يحل العقده بيناتكم ان شاء الله وتكونوا تتكلموا بيناتكم. الانسان ما لازمش عند الغضب شويه لكن من بعد الانسان يعاود يتراجع ويراجع نفسه والانسان اللي راح يطلب سمح ما راهوش انسان ضعيف وكونترير الانسان اللي يعترف بالخطا تاعو هو انسان ما شاء الله خالق وربي سبحانه عز وجل يحبه. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الف صحه حاجه ما تنسايش تدعي لنا بالخير. تحيه الجزائر سلام.